السلام عليكم، يا مساء الفل على حضراتكم. اهلا بيكم في حلقة جديدة مع أسامة، عشان في 6 موضوعات في الحلقة. هندخل على طول في الموضوع الاول، وهو بعثة النادي الاهلي تغادر الى النيجر ب19 لاعب، منهم 3 حراس مرمى للاسف، عدد الاصابات وكمان الصفقات الجديدة الغير مسجلة في القائمة الافريقية، وصلنا اننا هنعتمد في مباراة الذهاب على 19 لاعب فقط لا غير، منهم 3 حراس مرمى، علي لطفي، حمزة علاء، مصطفى شوبير، او علي لطفي مصطفى شوبير حمزه علاء. كل التوفيق وكل الدعم لعلي لطفي مصطفى شوبير وحمزه علاء، علي لطفي الاقرب لحراسه مرمى النادي الاهلي في المباراه دي، ولكن عندنا ازمه حتى في الخط الامامي، عندنا 3 اجنحه فقط لا غير، وليد سليمان، كهربا، طاهر محمد طاهر، ورأس حرب وحيد محمد شريف بعد إصابة صلاح محسن. لكن إن شاء الله لاعبي النادي الأهلي ورجال النادي الأهلي على قدر المسؤولية، وإن شاء الله زي ما بدأنا البطولة 10 من النيجر نرجع أو نبدأ البطولة 11 من النيجر. وده اللي قاله بيتسو موسيماني، إن هو مستعد لصناعة التاريخ مع النادي الأهلي. وبما إننا اتكلمنا عن بيتسو موسيماني، رجعوا حلقتي المرة اللي فاتت لما قلت مطالب من إعلام النادي الأهلي منح مزيد من الاستقرار، وان هو ما ينجرفش او ينجر ورا بعض الاخبار. النادي الاهلي وامير توفيق اعلنوا بالامس عبر بيان رسمي ان الامور مستقره. يا جماعه ده اللي قلناه، ده البديهي. بيتسو موسيماني باقي في عقده سنه لنهايه الموسم اللي هيبتدي ده، ليه الكلام حاليا عن التجديد؟ حتى لو بعض الناس جرونا للكلام عن التجديد، حتى لو في جلسات سواء موفقه او غير موفقه، نجحت او فشلت، نقفل الموضوع ده. لكن فكره ان انا اطلع هاجم المدير الفني واطلع اقول للمدير الفني ومرات المدير الفني واعمل شرخ بين جماهير النادي الاهلي وبين المدير الفني، اعتقد النادي الاهلي في المركز الاعلامي وسياسته الاعلاميه ومسؤوليه قادرين جدا على وضع كل الامور في نصابها الطبيعي. وده كان واضح جدا في بيان النادي الاهلي عن طريق امير توفيق مدير التعاقدات، اللي قال الجلسه كانت وديه واستقرينا على اننا نفس الموسم بنفس الراتب، مفيش اي كلام خالص عن فكره التجديد الا مع نهايه الموسم ان شاء الله، وده الطبيعي في النادي الاهلي. فيا ريت الناس تستقر وتهدى، ويا ريت الاعلام اللي هو غير منتمي للنادي الاهلي يفكر في حاجات تانية كتيرة جدا، مش بعد ما تطلع أزمة في نادي الزمالك نلاقي دايما حاجة تضاهيها أو تغطيها في النادي الأهلي. في مثلا مواضيع كتيرة جدا أهمها مشاكل نادي الزمالك اللي موقوف مرتين فترتين قيد، وكمان معرض لإيقاف 3 فترات قيد بعد الصفقة التاريخية لمحمد إبراهيم، اللي نادي مارتيمو البرتغالي استثمر أفضل استثمار، يعني أفضل من استثمار حمد النجاز في نادي الزمالك. لاعب اشتروه ب 400,000، بعد 5 شهور باعوه ب 500,000، وعلى حساب او على حد تعبير عضو مجلس اداره نادي الزمالك او اللجنه الثلاثيه، قال ان كان 10 ايام فقط لا غير ونقدر نشتري محمد ابراهيم مجانا او يجي لنا فري، اشتريناه ب 500,000. يعني انت بايعه ب 400,000 يورو اشتريته ب 500,000 يورو، بس كده؟ لا، ده انت هتدفع اقساط ومحطوط شرط، لو شهر واحد اتاخر في الاقساط دي 10 ايام نعيد من الاول. هنبدا من الاول، يعني لو دفعت الشهر الثاني في الثالث في الرابع 400,000 يورو، والشهر الخامس اتاخرت 10 ايام في سداد القسط ده، تعيد من الاول. طب بس كده؟ لا، ده في كوميديا تانية كتيره في العقد ده، ان انت لو بعته لاي نادي اخر لازم 40% من قيمه التعاقد بحد ادنى 1,000,000 يورو، وده اللي اشتكى بيه نادي مارتيمو. نادي الزمالك طبعا باعه للمقصه غصب عن اللاعب على حد تعبيراته ب 5,000,000 جنيه، هيدفع في 20,000,000 جنيه لمارتيمو، مهدد بالايقاف 3 فترات قيد. فليه المواضيع دي ما بتروحش الاعلام ليها بشكل كبير جدا ويعمل سبوت عليها اهم من فكره تجديد موسيماني؟ وده يطلع رساله لموسيماني، وده يطلع يقول كلمه للنادي الاهلي، وده يقول لك لو موسيماني مشي مين اللي موجود، وده يقول لك اصل في مدير فني بيدور على فندق في القاهره وبيسال على ميعاد كاس عالم الانديه. طب ما يدخل على جوجل، يعني ليه يسال ويستفسر ويعمل الازمه دي كاننا في قريه عازله مثلا عن العالم، او كاس العالم الانديه ده سر حربي موجود في النادي الاهلي فقط لا غير، او في الانديه المشاركه في البطوله. فكلام كتير جدا، لكن عضو مجلس اداره نادي الزمالك طلع بكلام اهم بشكل كبير جدا، ان رغم كل ده لسه خالد بوطيب بيطالب ب 60,000,000 جنيه من نادي الزمالك. بالنسبه لمعروف يوسف، هو محكوم له يا فندم ب 7,700,000 جنيه، جروس مبلغه 662 ألف يورو 662 ألف لو ترجمناهم مصري كده بسرعة، تقريبا يعني دول ممكن يبقوا في حدود مثلا 14,000,000 جنيه. 14 مليون، أوكي. بعدين عندنا كمان باتشيكو 470 ألف يورو،
دول برضو في حدود 8 مليون جنيه مثلا. وبعدين عندنا مطالبة بقى من خالد بوطيب، دي المطالبة ب 3 مليون و400 ألف يورو، دي برضو رقمها هيبقى في حدود مثلا 60 مليون جنيه أو حاجة زي كده. يا نهار اسود. أحكام نهائية ب 7 مليون و660 ألف دولار، يعني 10 مليون مش 14، وكمان 8 مليون لباتشيكو، يعني حوالي 25 مليون جنيه أحكام نهائية. الموضوع انتهى، لكن احنا عايزين نشوف بيتسو موسيماني هيجدد ولا لا. طيب المستثمر الجديد بقى في نادي الزمالك مين؟ خالد بوطيب. ده بقى معدي حمد النجاز، يعني من بدري، يعني من أول التعاقد معاه كان مر ب 11 ترانسفير كلهم فري، كلهم فري باستثناء نادي الزمالك الوحيد اللي دفع فلوس في خالد بوطيب 1,500,000 دولار للنادي. اول انتقال بفلوس لخالد ابو طيب من نادي لنادي كان نادي الزمالك هو اللي دفع الفلوس دي. مش كده وبس، طلع عنده اصابه مزمنه، والاهم من كل ده ما كملش وما نجحش مع نادي الزمالك، وتقريبا ما لعبش غير عدد مرات قليله جدا، ودلوقتي بيطالب نادي الزمالك ب 60 مليون جنيه. ما هو شايف حمد النجاز بيعمل ايه؟ طب ما انا كمان اخش في الليله دي، والدنيا الملفات كتير في لنادي الزمالك في الفيفا، لكن ما حدش بيتكلم، ما حدش هيتكلم عن الازمه دي، لكن هيتكلموا بس عن النادي الاهلي. ومش كده وبس، ده حتى قناه نادي الزمالك هتروح وتسيب كل المشاكل دي ويقول لك كهربا الهارب، ومش كهربا الهارب، وكهربا ما نجحش مع النادي الاهلي، وجايبين خالد الغندور والخضري قاعدين بيتكلموا عن فكره نجاح كهربا من عدم نجاح كهربا في النادي الاهلي. الكلام ده فين؟ في قناه نادي الزمالك. طب ما تتكلموا عن نجاح خالد بوطيب، طب ما تتكلموا عن ال 60 مليون جنيه بتوع خالد بوطيب. لا، احنا عاوزين نتكلم عن النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي والمدير الفني للنادي الاهلي، عشان عايزين نهز استقرار النادي الاهلي. مش كده وبس، ده انا كمان هتكلم وهدعي ان اتحاد الكره بيجامل النادي الاهلي وانه هيلغي الكاس. انت بتهزر يا خالد؟ انت عايز الزمالك ياخد الدوري والكاس؟ اكيد الكاس هيتلغي طبعا من اتحاد الكره. ايه ده بجد يا خضري؟ اه طبعا انت عايز الزمالك ياخد الدوري والكاس، كان الزمالك ضمن الكاس وكان مفيش في المنافسه لسه النادي الاهلي، ولا كان في نادي اسمه بيراميدز ولا نادي بتروجيت ولا اسوان، ومباريات الكاس ما بتعترفش لا بتاريخ ولا بنادي كبير ولا نادي صغير، كلها بطولات مفاجآت، بدليل ان نادي الزمالك الفتره الاخيره تقريبا بيحقق المفاجاه وبيفوز بكاس مصر، اكتر فريق في مصر حاليا في اخر 10 سنين محقق المفاجأة دي. فبالتالي مفيش فرق بين فريق كبير وفريق صغير في بطولات الكاس. لكن انك تقول اتحاد الكرة بيجامل النادي الاهلي، واصلا رئيس قطاع الناشئين طالع بيتكلم عن رئيس اللجنة الثلاثية بيقول الكلام ده. الحمد لله لقينا ثغرة الحقيقة، المهندس احمد مجاهد متعاون والحقيقة كان متعاطف معنا جدا، فعملنا قال لي 2009 2010 و11 و12 يقدروا يسجلوا. قال لي كمان اللعيبه اللي كانت مسجله عندك في نادي الزمالك السنه اللي فاتت وانت ما سجلتهمش قايمه اولى تقدر ترجعهم في التسجيل تاني. ده الكابتن بدر حامد رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك، وهو بيتكلم عن وجدنا ثغره في العقوبه بتاعت الفيفا. طب وجدتها بمساعده مين؟ لا، ده بمعاونه رئيس اللجنه الثلاثيه الباشمهندس احمد مجاد اللي استقبلنا افضل استقبال، وطبعا كان معاه الكابتن جمال عبد الحميد، وقال لك طب ما تيجي نشوف في الفكره دي 2009 و2010 و2011 بيلعبوا 7 أو 8 لعيبه والقرار يتطبق على ال 11 لاعب، فدول ايه نسجلهم. طيب انا مشيت شويه لعيبه كده اللي هم كانوا كلاس سي وطلعتهم من الفرقه وسجلت القائمه الاولى وكنت مستعد اسجل لعيبه جديده، طب ما هنحلها لك ازاي؟ شوف الناس اللي كانوا مسجلين السنه اللي فاتت معاك، لو عايز ترجع منهم حد رجع وهنحلها لك. طبيعي جدا الباشمهندس احمد مجاهد يعمل كده، زي ما طبيعي جدا جنش يطلع يقول انا معايا النسخه الرابعه بتاعتي والعقد متعدل فيه وتم تسجيل او توثيق العقد بثلاث نسخ فقط لا غير، وعادي جدا يا جماعه ما حدش بيتكلم ولا حد بيحاسب، ويجي يتقال لا اتحاد الكره هيلغي كاس مصر. انت عايز يا خالد الزمالك ياخد الدوري الكاس يا خالد؟ كلام بصراحه كوميدي بشكل غير طبيعي وغير متصور، ومش قادر استوعب هي الناس دي عايشه معانا على نفس الكوكب؟ هي الناس دي بجد يعني بتصدق نفسها بجد وهي بتقول الكلام ده؟ هي مقتنعه بجد ان في القصه بالشكل ده، او ان كاس مصر هيتلغي عشان الزمالك ما ياخدش كاس مصر؟ ليه؟ ليه وهو بيعمل لك كل ده؟ يعني هو ليه واتحاد الكرة بيعمل لك كل ده؟ ليه وهو بيسجل لك لعيبة؟ انت بتقول اصلا على كهربا هارب، وكهربا اساسا اتوثق العقد بتاعه بمجاملة في اتحاد الكرة بعد ما عدى المدة الزمنية لتوثيق العقود، بس ده امر طبيعي جدا. فبالتالي انت عقوبتك بقت بتيجي منين؟ بقت بتيجي من الفيفا. خلاص اتحاد الكرة المصري لن
يفعل اي شيء غير مجامله نادي الزمالك. مستحيل هتطلع قوه من اتحاد الكره المصري ضد نادي الزمالك، فبالتالي هتجيلك منين دلوقتي؟ هتجيلك من الفيفا. ليه؟ لان مشاكلك الداخليه اتحاد الكره بيغطي عليها. ويجي يقول الخضري مع خالد الغندور اصل هيلغوا كاس مصر عشان انت عايز خالد الزمالك ياخد الكاس والدوري. اخ منها لله تقنيه الفار اللي منحت البعض لقب لا يستحقه. لكن بما اننا بنبدا موسم جديد وقبل تقنيه الفار، اتكلم الكابتن عصام عبد الفتاح عن فكره ان انت ممكن كنادي تستخدم 5 حكام اجانب. انا وجهه نظري لازم النادي الاهلي يضغط في فكره زياده العدد، لان احنا عندنا مباريات. انا عايز تسيبوا في التعليقات بقى من وجهه نظركم الخمس مباريات ايه. احنا عندنا لنا 17 مباراه بتوع النادي الاهلي، لو بتختار 5 منهم تجيب تحكيم اجنبي. انا بالنسبه لي الزمالك رقم 1، بيراميدز، المصري، الاسماعيلي، فيوتشر. انتوا بقى اكتبوا الخمس فرق اللي احنا المفترض لما نيجي نواجههم نجيب حكام اجانب. لكن في نقطه تانية اتكلم فيها الكابتن عصام فتاح، واللي هي يا جماعه فكره البند اللي بيقول ان لو الحكم اعترف المباراه تعاد. القصه مش كده، هو مش اعتراف تلفزيوني زي اعتراف كابتن جهاد جريشه او اعتراف حكم مباراه السوبر اللي في الامارات على ضربه جزاء على عبد الله السعيد لما كان بيلعب في نادي الاهلي ضد حمدي الونش في نادي الزمالك اللي فاز بيها الزمالك بركلات ترجيح. الاعتراف لازم يكون مكتوب في تقرير حكم المباراه، لو ما اتكتبش في تقرير حكم المباراه لا يعتد به. فبالتالي احنا امام حاليا القصه مش هيحصل حاجه، مفيش حكم هيطلع اعترف، في تقنيه فار موجوده، فبالتالي ما تكبروش الامر وفكروا فقط لغير في اللائحه اللي اتغيرت من حيث ترتيب صداره الجدول الدوري. هتلعب مواجهات مباشره فارق اهداف، في النهايه مفيش قرعه في مباراه فاصله لو تعادلوا في كل شيء. ده التجديد على اللائحه اللي اصدرتها رابطه الانديه. والاهم كمان او الفارق بين اللائحه دي واللائحه السابقه ان هي فصلت بين البطولات. يعني ايه؟ يعني لو انت لاعب بياخد عندك انذارات في الدوري هيتوقف في الدوري او في كاس الرابطه، لكن في كاس مصر غير مرتبط بيه او السوبر مش مرتبط بيه. معنى لو عندي 3 مباريات في الدوري واللاعب خد 3 انذارات في الدوري والمباراه الجايه ليه في كاس مصر، عادي جدا هيلعب كاس مصر. هي ده الاختلاف، لان خلاص بقت الرابطه معاها بطولتين، الدوري وكاس الرابطه اللي هيتلعب بدون اللاعبين الدوليين. وبالنسبه لايقاف شيكابالا والناس اللي بتتكلم عن مركز التسويه، ايقاف شيكابالا هيتم على مباريات الدوري ومباراه كاس الرابطه. لكن الحاج عامر حسين قال في 8 مباريات هيتلعبوا قبل امم افريقيا، فبالتالي هيغيبهم شيكابالا وكاس الرابطه هيتلعب وقت امم افريقيا بدون اللعيبه الدوليين. وطبعا شيكابالا هيقدر يشارك لان شيكابالا مش لعيب دولي. النقطه الاخيره بخصوص مباراه الاهلي والاسماعيلي، تعالوا نسمع الكابتن علي ابو جريش. الحقيقه ما فيش ما يدعو انه الاسماعيلي او الاهلي ما يجيش يلعب اسماعيليه، لان العلاقه انا شايفها طيبه بين الاسماعيلي وبين الاهلي، ما عندناش مشاكل، ما حصلش بين الاسماعيلي والاهلي مشاكل، عشان يبقى فيه يعني حرص شديد وفي خوف ان يحصل مشكله. لا اعتقد يعني ان ال يعني الرابطه نفسها جت عشان تسوي امور كتيره ما كانتش محطوطه في مكانها. الدوري ده مسابقه الفرص المتساويه، لازم كله يلعب في ملاعب متساويه او ملاعب واحده. مفيش حاجه اسمها قلت اصل الامن مانع هنا، مفيش حاجه. احنا بنتكلم في بقالنا 4 سنين 5 سنين مفيش جمهور. مبدئيا الكابتن علي ابو جريشه له كل التقدير والاحترام، وبالفعل العلاقه حاليا بين مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاسماعيلي والمسؤولين في الاسماعيلي على خير ما يرام. واعتقد ده شفناه الفتره الاخيره لما حتى الكابتن محمود الخطيب قال للكابتن علي ابو جريشه احنا مستعدين نساعد النادي الاسماعيلي باي لاعب، بس شرط ان اللاعب اللي موجود في صفوف النادي الاهلي يوافق ويكون المدير الفني مش في حاجه ليه. ده رقم 1. رقم 2، حق اصيل للكابتن علي ابو جريشه انه يطالب ان مباراه النادي الاهلي تلعب في الاسماعيليه، وانا اتمنى ان مباراه النادي الاهلي تلعب في الاسماعيليه، لان على عكس اللي بيتم تصديره من اعلام المنافس ان النادي الاهلي بيتم مجاملته في الامر ده، والنادي الاهلي هو الاكثر ضررا في الامر ده. ليه؟ لان ببساطه القاعده بتقول ان النادي ده هو المنوط بيه جلب الموافقات الامنيه على لعب المباريات على ملعبه. يعني النادي الاسماعيلي عايز لاعب الاهلي في الاسماعيليه، اتفضل مشكورا يا فندم، اسعى لمديريه امن الاسماعيليه وهات موافقه على ان الامن موافق على لعب المباراه في الاسماعيليه. وقتها لا الاهلي ولا اتحاد الكره هيقدر حد منهم يتكلم. طيب اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الاهلي بيتضرر. ليه؟ لان النادي الاسماعيلي ما بيقدرش يجيب الموافقه دي، فاضطر اتحاد الكره في الاعوام السابقه والمسابقات السابقه ان هو يلعب المباراتين في اسكندريه
او في برج العرب. طب ما شأن النادي الاهلي بالموضوع، الاهلي قادر على انه يجيب الموافقه في القاهره، ومش كده وبس، مش الاهلي ده، الاسماعيلي بيجي يلعب المقاولين والزمالك عادي في القاهره، فليه الاهلي يتضر بسبب مشكله عند الاسماعيلي؟ فنتمنى الامر ده يكون واضح للناس، لان اتكلمنا فيه 90,000 ولا 900,000 مره قبل كده، فزود عليهم مره. واتمنى بالفعل موافقه الامن على لعب النادي الاهلي في الاسماعيليه حتى يلعب النادي الاهلي مع الاسماعيلي في القاهره، واحنا او النادي الاهلي في الاسماعيليه ما عندوش ادنى مشكله. بالعكس، النتائج الكبيره اللي حققها النادي الاهلي على الاسماعيلي معظمها كان في الاسماعيليه، برغم كان وقتها وجود جماهير. حاليا بالكتير هيكون في 1000 مشجع لكل فريق، فالامر لا يدير النادي الاهلي اطلاقا انه يلعب في الاسماعيليه، بل بالعكس اللي بيحصل ان عدم لعب النادي الاهلي في الاسماعيليه بيدير النادي الاهلي، وده طبعا من حق الكابتن علي ابو جريشه يتكلم فيه، لكن يبعد بقى فكره ان هي مجاملات ويقول ما فيش حاجه اسمها امن. لا، فيه يا كابتن علي ابو جريشه وفي خطابات امنيه، ولازم المباراه تكون بالامن، وما لهاش علاقه بفكره حضور جماهير من عدم حضور جماهير، لان الامن حسابات اخرى كلنا عارفينها بشكل كويس. اخيرا، الف سلامة على كليوباترا، فريق سلة النادي الاهلي، اصابة يعني وجعت قلب الجميع، صورة بكاء ثريا وجعت قلب الجميع. يعني ثريا من نجوم فريق السلة النساء في النادي الاهلي، ومن المحببين جدا لقلوب جماهير النادي الاهلي، اصابة برباط صليبي، ان شاء الله ترجع لنا بالف سلامة كليوباترا كرة السلة في النادي الاهلي. وبما اننا بنتكلم في كرة السلة، الكابتن محمود الخطيب بيكرم فريق الماسترز اللي خلاص على مشارف تحقيق ارقام، او خلاص على مشارف الدخول في موسوعة جينيس، وطبعا عندنا فريق الماسترز فريق اسطوري بيستحق التكريم، ولكن برضو يعني الف سلام على صلاح محمد، نشوفكم على خير، والاهلي دائما فوق الجميع منتصرا، ويا رب يكون التوفيق حلفنا في مباراة البطل النيجر ونقدر نفوز، رغم 19 لاعب فقط لا غير في القائمة، منهم 3 حراس مرمى. سلام.